كان هجوم من قوات الكوموندوس. في الأول حاولوا أن نسلم لهم السفينة لكن قلنا رفضنا، وأريد أن ننوه هنا بشجاعة الطاقم السويدي الذي رفض تسليم الباخرة. يعني ذهبوا مباشرة إلى الباخرة وصارت فيه شوية مناكفة مع الفلاحين السويديين الذين يريدوا أن يشجعتهم. ثم بعد ذلك يعني نزلوا الكوموندوس واحتلوا كل الباخرة ووضعونا في مكان صغير، يعني كنا الأغلبية يعني. ثم ساقونا شحنونا في ظروف صعبة جدا إلى ميناء أشدود، وأوصلونا إلى ميناء أشدود البارحة في الليل. أنا استقبلني سلطات عسكرية موجودة، وهنا إحقاقا للحق يعني